السلام عليكم، انا سامي العبدلي بويق العبدلي اللي تعرض للعنف من قبل المدعو ذاي محمد البارودي اللي كان عضو في مجلس نواب الشعب. انا توا نتفرج في الانترنت، حل الانترنت ونشوف ونتبع، نكتشف كأن قناه موزايك تهبط، اللي نحنا ثم تفاصيل جديده يقولوا الطفل تعمد كسر يده بالضربين يديه في البوتو. هذا راه مو صحيح، والطفل ما اعترفش بالشيء هذا، قال انا راني ضربني البارودي تحت على يدي على ماكينه. وراه زاد اكد الشيء هذا، هو الشاهد اللي حضر في الجلسه اللي تفاجات منه الناس الكل. وزيد نحط لكم حاجه في مخاخكم، راه ما ترجعش في اقواله، راه قال صحيح انا ضربت يدي زاد في البوتو من كثرة السبان متاع البارودي واللطم، وهنت له قدام النساء، خاطر نحن في اللافاج عن نساء تخدم، معناها هنت له يسب فيه ويقول له يا سارق وانت سارق واسكت ما عادش تكلم، معناها عبارة مشني عارف انا. وفوق هذا الكل راهو ما ترجعش في اقواله هي بيدها، وحتى قدام القاضي قال له راني انا صحيح ضربت يدي في البوتو، اما مش ضرب متاع بوني، لا ضرب يده وهو ما تعدي، خاطر غلطته الحكايه. وانا بصراحه اللوم على موزايك كيفاش تنشر حاجه كما هذه وعادت مواقع اخرى، اللي هي ما نعرفش انك نجم تكون مسانده زاد للبارودي، راه خاطر الراجل زاد يحضر كل يوم في المنابر هذه الاعلاميه وفي يخطب عليهم ومازال ماشي في باله اللي هو معناها هدر اخر واضح. انا ناكد كونه الطفل راهو ما اعترفش بتاع عمه كسر يده، راهو قال صحيح انا ضربت يدي في بوتو، اما راهو مش بونيا، راهو والكسر راهو جا من جراء الطيحه وجا في صبع يده الصغير، ماهيش ضربه متاع بوكسور نتا واحد تضرب بونيا باش يكسر يده ياخو سرت فيك ب 45 يوم. يا خويا انا هذا اللي عندي، وراني نكذب اي صفحه تقول راهو طفل، ولا اي موقع ولا اي راديو تقول راهو طفل هذايا راهو تعمد كسر يده، ولا تراجع في اقواله، ولا ابوه باش يسامح. انا كابوه سامي ناكد كونه ماشي في طريق صحيح، ونحب ناخو حق الطفل هذاك ومانيش مسلم. وفوق هذا الكل السيد هذاك تعدى عليا حتى انا بالكذب، كذبني وادعى عليا بالباطل. انا هذا اللي عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.